قار كم يدوري يا شركة هول قل مجال ده هرجيس عاصمة سومالي لان أيا عن باري حاد قل ولا كعيسة دحوري أو لبكم يدك كفرية هن مجال ده بربر إحرون تقبل كصح كوري هكلنا كفرية هي مجال ده قبيلة إحرون تقبل كاسي حاد قصة دحوري أيا وحلا شجع إن مسؤول كي هن مايرة ده بربر إيه قبيلة أو إلا يها تنوي فري هن صحفيين تاسي أيا كوري يا شركة هول قل عاصمة ده هرجيس الرماس قال يا أيا وحي ده ذن شركة جمانت نوح الدارين هي عمبارين أنو سو شيدين إنه صحفة دا خلنتي يجو شقده دي كتيرة لا لا هكينا يلا لي هي ما قبنا كرتان وحنا حسوسين إن ما يرضى قبل يو بربرة وحنا لوكسون هي إلا سد حوريام كحرن حيم إلا حضة لبذا حوريام كقبل كساحل كوحريه سيدا أسود ديسان عبشرة الددوينة وحويان تسحفظ وح كشقيان عبشرة الددوينة أي كشقيان فاصلس وح الله يقان تذكر عن مارت تبينك عن هذي كرين سيدو كلا سحفظ وبريجوي إسكو حدا مسؤولين ت يدات كذن يرتع حكومة عسوي مانت موسى بيه عبدنا يدب بيج عسوب نوفرينا سيفي عمان رشقيننا سين رشقيسان رشقيننا لكن وحويان صحافة إن لا يسكح الحرم معها وإن الأجو قد بدأ حركة صحافة يكن دستور كمان وحرية القول كا يمدح بنان إذا صحافة لبض وعي كهذ ليان أدي أدب نجح إنه حرقة إنما ذاك بركو حرم إنما ذاك قبل كحرم با صدح صحفي باي الله هذا حرم تنوجنا هاي وأحمد سعيد محمد وأريل تي في وصورهم بربرة عبد الرحمن محمد عجاء وصورهم ساب تي في يتشم على وعلي ورباهنتا شبكة ذا ما راح بنانا ويسكن ما يرك قبل هايستو وحن كسو قبل قبينيا إن مضى إن لوسو علي حرية دودي وصحفيين صحف يقولنا وح وكشقة يا وحوي يندد كل دحوية هاي لكن ما هم مالتي وركو كاجد بيا وقرع رادو إن تقدر السوق القصة حد الله السوق هايستو مركا بل إن إذا كنت صحفا ويا أنا إن صحافة أنتي ay soo bandhigaysay ay umada tusaysay wixii yaabeedii ka qaldan inaad wax ku qaataan oo saxdan qaladaadkiina weeyaan inaad maartay saxaafada dadkaga argoostaan xadigood awood ee dawladda iyo sharciyad maartay in aad ugu idinku aad sharciyad gacmeedna ku qaataan maaha saxfiinta waa in si degdeg ah loo soo daaya in anagu ma lihiin in saxfiintu ma qaldan karaan laakiin wixii ay ku qaldan yihiin waa in cadaalad ku helaan waa in maxkamada aan kolba rumaan dib loogu celin todobaad mid kasta baa imika saddex saxfi waxa gaaraysa saddex todobaad imika intii kolba la leeyay maxkamada la keenay rumaan baal hadana dib loogu celiyay qofka masuulka waxa sharci loogu leeyay inuu sharciga ixtiraamo waa adeega ummadu tiratay qofka wariyeena waxa weeyaan waa adeega ummadu oo adeegaya muhiim waxa ah in qofka xilka inoo haya aanu u arkin inuu haysto power iyo awood oo wax kasta ku jiro oo wax kasta ugu tunto aad baan ku toogaa xunahay in xukuumadda cusubna waxaan u soo jeedinaynaa in aanay la kuusan ku tumashada xuquuqda saxafiyiinta iyo sharciga isku soo wada duuba waxa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaya guud ahaan deegaanada Soomaaliland xadiga wariyasha ee aan loo marin si sharciga waafaqsan Cabdi Samad Cali Ahmed Star TV Hargeysa.